الفكرة اللي عجبتني المجموعة يلي عملت الفساتين من القماش الصديق للبيئة مثل الخيش والقطن، ويلي استخدمت فيه الصبغة البرتقالية بالتلوين، لأنه هدول المنتجات هي انعملت من مواد صديقة للبيئة. فكرة رائعة. وهي الفكرة رقم 5. هي فكرة مين؟ تتفضل. مين رقم 5؟ تجي لعندي. مهلك، شو في حبيبي؟ مو معقول، حتى بالمسابقة فازت. شو رح تعملي هلا؟ مديري ذكي مو هيك؟ مستحيل ياخد قرار ويطلع غلط بالأخير. بتمنى لو فهمت هالشي من قبل. اليوم أنا رح كون معه وإنتي لا، صح؟ رجعتي فوراً بنتي؟ ايه ماما، رجعت دغري واجباري عني، مو على كيفي رجعت على البيت بكير. انا وكل رفقاتي كمان هنن كان لازم يرجعوا بكير لانه عندهم شغل ولازم يساووا. ما بعرف شو عم بيصير هالايام، عم ملي كتير.